أنا من موظفات الهيئة المتطوعات اللي أستذكر أبونا الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثرى. كل عمل إنسان يقوم به وتكلفنا به الهيئة، هو اللي زرع قلوبنا جميعا صغارا وكبارا حب العمل الإنساني واحترام الآخرين. وأنا أشعر بالفخر لأني كنت عضوة ضمن العديد من البرامج والمبادرات التطوعية والإنسانية التي نظمتها الهيئة. على سبيل المثال الحملة الخيرية التطوعية في قرية كبيجي في أوغندا بالتعاون مع مؤسسة سقي الإمارات. ومشاركتي في مبادرة سحورهم علينا التي نظمناها في شهر رمضان الكريم.